وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله وتعالي عما يشركون
قال له قومه لا
ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قوم ذي في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا ليت لنا مثل ما أوتي مثلما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال فخسفنا به
وما كان من المنتصرين وقال فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون واصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا
ربي أعلم من جاء
فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ انزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ انزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا Thank you.